بعد أكثر من 3 أعوام من سقوطها بيد داعش الإرهابي. عكاشات تتحرر ب6 ساعات على أيدي الحشد الشعبي والقوات الأمنية. من غرب نينوى إلى غرب الأنبار، بوصلة الحشد الشعبي تلاحق الأهم والمهم من الأهداف الرئيسية في محطات الحرب ضد داعش، خاصة تحرير الخطوط الواصلة للحدود والمناطق التي تهدد أمن المناطق المحررة وحتى المستقرة. عكاشات، وبعد أكثر من 3 أعوام ونصف من سقوطها بيد تنظيم داعش الإجرامي، انطلقت ألوية الحشد الشعبي تقدمها السلاح الهندسي إلى جانب القوات الأمنية ضمن عملية واسعة من 4 محاور، هدفها فتح الطريق بين عكاشات والطريق السريع وتأمين الحدود العراقية شمال الناحية من خلال محور الحدود العراقية السورية ومحور شمال الرطبة. وفي 6 ساعات قياسية تمكن الحشد الشعبي بمحورين والقطاعات الأمنية بمحورين آخرين من استعادة مركز ناحية عكاشات، إضافة إلى معمل الناحية وتطهير طريقها الجنوبي وتأمين الطريق بين الناحية H3 والمجمع السكني، حيث حررت القوات أكثر من 80 كيلومترا مربعا وبات يفصلها عن قضاء القائم أقل من 20 كيلومترا. هذا وباشر الجهد الهندسي بتطهير مركز الناحية والطريق والمناطق المحيطة بها فور تحريرها لتتم العملية العسكرية المشتركة أهدافها الرئيسية 3، وهي التمهيد لتحرير قضاء القائم بالكامل وتأمين قضاء الرطبة بصورة تامة بعد أن كان يتعرض لهجمات شبه مستمرة، وكذلك المساهمة بتأمين الطريق الدولي بين بغداد وعمان والمناطق الواقعة على جانبيه.